الان احنا متوجهين امام مركب خير الدين بحي احشاش في اطار واحد وقفه احتجاجيه استنكارا لما قام به المجلس الجامعي من اكادير في موضوع اقصاء جمعيات المجتمع المدني من الدعم العمومي. وحنا كفعاليات مدنيه نستنكر بشده ما قام به المجلس من اقصاء ممنهج للجمعيات هذو من الدعم العمومي. فلا يعقل ان جمعيات فاعله وهادفه في المدينه معروفه يعني سنوات من اشتغال جميع الميادين الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه كتقسم الدعم الأسباب غير مبرره وما كنعرفوهاش نهائيا. نعطيكم مثال، مثلا في النقاش ديال الملفات ديال 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 الدعم ديال الجمعيات في الليجان تم اقصاء مجموعه الجمعيات بطريقه ما عرفناهاش. قال لك دابا غير جمعيه مثلا خسار ولقى فيها كاشي كتقصى. انا هذا الاشياء ما عرفتش منين جابوا هاد الناس هادو. كنا حنا معرفين في المجالس المنتخبه السابقه كانوا الناس كانوا كيتعاونوا مع الجمعيات هادو، كتقصوا مرقه كيعيطوا كيقولوا الله يجزيكم بخير خاصكم مرقه من انجليزيات كذا وكذا في اطار التعاون مع المجتمع المدني لانه مجتمع فاعل وفي اطار مقاربه التشاركيه ايضا مع الجمعيات هادو. لكن في هذا المجلس الحالي كاين واحد الاقصاء ممنهج وغير مبرر والجميع كيشتكي من الطريقه باش كيتعامل المجلس الحالي مع جمعيات المجتمع المدني. ثانيا في المجال الرياضي مجموعه الجمعيات دابا كتشتغل في القسم الوطني الاول مع الفئات الصغرى مع الكبار مع الجونيور ما تعطاش الدعم، وبالتالي هذه الجمعيات اللي كاين في القسم الوطني الاول غادي يوقفوا ما غاديش يكملوا موسم الرياضي. شكون كيتحمل المسؤوليه؟ المجلس الجماعي. مساله اخرى كنعطيكم مثلا الكره الطائره الشاطئيه، بطل المغرب في كره الطائره الشاطئيه ما تعطاش الدعم، راه هو من اكادير من القدس بالضبط ما عطاوش الدعم. علاش؟ الله اعلم ما عرفناش. واش هاد الناس بغيو يشجعوا الرياضه بهذه الطريقه هذه؟ راه ما يمكنش. قيس على ذلك مشيو للمجال الاجتماعي، مجموعه الجمعيات بدون ذكر الاسماء ديالها كتشتغل في مجال الطفوله، مجال المراه، مجال الشباب، تم اقصاؤها في المجال الثقافي. كنعرفوا مجموعه الجمعيات اللي تخدم مع الشباب في المجال الثقافي تم اقصاؤها. اذا هذا الاقصاء الكم هائل من الجمعيات هادو راه كيطرح اكثر من عدم الاستفهام. وحنا كنقول الناس هادو كي كيتعاطوا مع هاد الجمعيات هادو، واش بغاو يصطدموا مع الجمعيات؟ واش ما بغاوش كاع باقي العمل الجمعوي يقولها لينا يخرجوا واحد التصريح يقول لك حنا ما بغيناش باقي العمل الجمعوي، بغينا المجلس بقى يسير ولا المجلس هو براسو بقى يدير العمل الجمعوي. الا بغاش الجمعيات هادو يبقى يدير هو العمل الجمعوي ويخلي الجمعيات ابار يبيح لهم الدعم. الانتظارات ديالكم من الرئيس الحاضر اليوم الرئيس عبد الحميد؟ الانتظار ديالنا هو ان احنا كنوجه واحد الرساله للحكماء داخل المجلس الجماعي انهم يدخلوا لانقاذ ما يمكن انقاذه. راه لا يمكن ها الحكماء كان العقلاء الى عندهم شي عقلاء يدخلوا. انا كنوجه رساله كما كنقول لك العقلاء يدخلوا الى عندهم شي حكماء يدخلوا باش يجلسوا مع الناس الطاوله يجلسوا معهم ويتفاوضوا معهم باش يلقاو شي حل. لان احنا راه جينا لهنا كنحتاجوا، ولكن احنا راه بينا نجلسوا مع الناس ما لقاوش شي حل. احنا مجتمع مدني في اطار المقاربه التشاركيه. الدستور المغربي اعطى اهميه للدستور المغربي اعطى اهميه للمجتمع المدني، وهاد الناس هادو يعني ما كيعطيوش اهميه للمجتمع المدني. كنظن ان الوقفه الجايه ديال 14 نوفمبر غادي نكونوا حاضرين ان شاء الله عاوتاني هنا، وحنا ما نسلموش ما نحطوش يدينا الى حين انه يتم التجاوب مع المطالب ديالنا هي مطالب مشروعه. واش كاين رائحه ديال السياسه في الدعم هذا؟ كنظن ان كاين انتقائيه مفضوحه وكاين واحد النوع من عدم توزيع العادل للدعم العمومي. نعطيك مثال، مثلا كاين جمعيات استفدت من الشراكات وهي ما عندهاش الاليه واش ما عندها من الناحيه القانونيه، هي مازال ما استوفاتش سنتين. الشراكات كتنص على انه خص تكون عندك عمل عاد تستافد من الشراكه. مع الاسف الشديد كاين جمعيات تعطاهم الدعم مازال ما عندهم عمل، وبالتالي حنا كنشموا هنا رائحه الانتقائيه.